شيء يصف اللي وصلنا نوصل للدرجة دي. ما نعرفش إن شاء الله إن شاء الله تونس ما توصلش كيما مصر. في مصر أنا نشوفها اللي في مصر صاير كله حرب على الإسلام. حرب على الإسلام و هكاك يحبوا يطيحوا الإسلام جملة. يا أخويا بالنسبة لي أنا اللي صار في مخ في مصر ما تبعتوش معناها مليح مليح. اما معي من رايي هو معناها حارب على الاسلام وان شاء الله ما يصيرش في تونس. احنا ماديش مستحقين باش تصير حكايه كيما هذه. والله اللي عملوه معناتها نتصوروا صحيح، خاطر كان باش يشدوه هذوكم معناتها باش يدخلوه الدنيا في حيط، وان شاء الله يصير كيفهم في تونس. مش عاجبني جملة عليه هكاك. احنا تونس ديما راكحه، قلت ربي ما مش كيف كيف، مش كيف كيف، تونس حاجه ومصر حاجه اخرى. والله مش عاجبني صراحه، مش عاجبني شيء معناها شوي بابو ما يعجب بالجمل بالطبيعه. معنا تبارك الله مرسي شو اسمه قطع هكاو كترا جو حفال صح جاكلين ناجي عرفني. ونتمنى الحاكم نتاع تونس والشرطه يجيوا بجنبنا كيما الشرطه نتاع مصر جات بجنب الشعب. والله الاحداث بالنسبه لي انا ثوره جديده بحول الله، وهذا يبشر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، معناها الثورة صحيحة جاية. الأحداث اللي صايرة في مصر وراتها أمريكا، وراها الكل أمريكا. وراها أمريكا، السينما معمول هذاك الكل سينما، كاو يحبوا يضربوا به الإسلاميين دخلوا في مصر وأنا أصور باش تسعد الحكاية. نتمناو الأمن للشعب المصري، نتمناو باش الإخوان يعني يفهموا اللي يعني مصر شعب واحد، اللي هما يعني كل مصالة يعني كان باش يضربوا ولا هاو أقباط ولا هاو ما أنا نتصور كونه شيء مربوط ببعضه، تونس ومصر تقول ريزو واحد، يعني اللي يصير في تونس يصير في مصر والعكس صحيح زادة، يعني يوريك اللي فما حاجات مخدومة من أيدي خارجية. ما في باليش، في بالي بحد شيء. ما في باليش بيا، ما عنديش عليها حتى فكرة. جملة جملة. أعطيني ولا ما عندي حتى فكرة. ما إن شاء الله تصير كيما كيكا في تونس. عادي. على بلاد مازال ما تعرفش الديمقراطيه ما عادش. اسمه قال المرسي ابن المعالم زناتي نهزم يا رجاله، العقبه للنهضه ان شاء الله تعدى ذي. والله ماذا بيا الاحداث اللي صايره في مصر تصير في تونس بيان سور، على خاطر اكثر من اللي شدت النهضه تونس دخلت في حيط على الاخر، وليت سرقه عيني عينك والناس الكل وليت حتى معناها عامله لحيه لوكم كاني سلفي وهو يعيش في حياته بمظهر سلفي. الاحداث نتاع الميليتير وكيف عمل انقلاب، راه اللي هو انقلاب هو اللي شاد حكم قبل ما عادش كيف يستحفظ على الحكم. والله مصر مشيت في هاوية وان شاء الله زاد تونس معها. لا مش معقول حتى الطرف، والله مش معقول حتى الطرف، وان شاء الله يا ربي حنا ما يصيرش عنا نحن هذه الحكايه دي وما تصيرش، وان شاء الله مش تصير باذن الله. باذن الله باش ما تصيرش اكيد، هذه حاجه معروفه ديجا ما عادش تدخل الطبع حتى شفما موجود هوني في تونس. اليوم شخت اليوم عملت كاس جو 3000 فرنك هيك هو روحت.